اولا وفقا لتوجيهات القياده السياسيه او السيد رئيس الجمهوريه ان كل المواطنين وحرصا مننا ان كل المواطنين يعيشوا حياه كريمه، كانت اهم سلعه عندنا هي اللحم والفراخ، فلقينا السعر مبالغ فيه، السعر بيباع في عند الجزارين بسعر حوالي 400 وفوق 400 حسب المنطقه. الحمد لله نزلنا باللحمه البلدي المذبوحه عندنا بسعر 210 جنيه موجودين في كل حي القاهره. بدانا النهارده بحي ساحل من اكثر المناطق الشعبيه الموجوده في محافظه القاهره، احنا بنعملها بنبدا المبادره في كذا محافظه. النهارده احنا الحمد لله موجودين في القاهره واكثر من محافظه، ولكن انا بتكلم عن حي ساحل دلوقتي وهبقى موجود في الفتره الجايه في اكثر من حي ان شاء الله باذن الله. لحمه محترمه جدا وانا قلت الحمد لله رحنا عملناها، لا لحمه كويسه جدا، وانا طبعا مبادره حلوه جدا من رئيس الجمهوريه ان انت شايف الحاجه غاليه فاحنا بنرخصها. هو بالنسبه ل 210 سعر ممتاز، انا اول مره اجربها. السعر جميل جدا ومناسب وحلو قوي، ويا ريت تنتشر مبادره حياه كريمه دي، يا ريت يبقى في عربيات كتيره موجوده، لان في الوقت اللي احنا فيه ده احنا فعلا احنا محتاجين نقف جنب المواطن في الظروف اللي بتمر بيها البلد، ولازم كلنا نتكاتف ونبقى ايد واحده في الوقت اللي احنا فيه ده. وانا شايف، انا بصيت عليها، هي انا مش يعني انا جبتها بردك علشان اكد الناس، هي لحمه بلدي جميله جدا طبعا، بالسعر ده يبقى حاجه كويسه جدا.